الوقت الحالي سي لا فيرسيون 1.0 نصيبوا فيها غير العروض تاع الوكالات السياحيه، لكن في لا فيرسيون 2.0 3.0 راح نصيبوا فيها كل محتويات السفر، يعني كاع لي زانغريديون تاع ان فواياج اللي هي لي كارت فيزا، لي اسورونس، تذاكر تاع الطائرات، تذاكر تاع السفن، ونصيبوا لوتيلري. نعطيكم احصائيات على واش راهو صاري في المونت تاع الديجيتال. سيك عندها سنه سلطه الضبط اعطت احصائيات انه كاين 43 مليون شريحه على المستوى الوطني، وهضروا باللي كاين 8 ملايين كونيكتي 3G. بعد السنه هذه وصل 16 مليون كونيكتي 3G. يفوا اتوندر لا 4G ثاني راهي جايه. دونك الحقيقه انه هذا لو سوبور كامل راهو منجم للمحتوى الجزائري. هو الشيء احنا لينا كتحدي كبير هو لو تيليشارجمون، والتحدي الثاني هو عدم وجود لو اي بيمنت باش الناس تقدر تريزيرفي ديريكتومون من لابليكاسيون. والله واش نقول، تيليشارجي لابليكاسيون ماكسيموم، بارطاجي لا اي ايدي نو. الله يفتح عليك. وتحب